عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم عمرو عبد العزيز من قناه عملاق الالعاب. النهارده هنختم لعبه انجل بوت. ايه ده جزء تاني؟ المهم احنا هنبدا اللعبه واستاذ عمر هيعدي اخر كام بيت كده ممكن المغص فيهم معانا. البيت السابع. وفي موقف مضحك جامد قوي موقف في اللعبه دي. نبدا اللعبه وبسم الله ونشوف. Continue.
قرب مني عفرتك. لحم ده موتور. مبروك يا عمر. الله يبارك فيك يا عمر. خد يا ولادي. خد يا ولادي. سيبت سدير حي. خد يا ولادي. خد يا ابني. خد. خد. تسيكا. ايه؟ خد. 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 اللعبة دي تضحك يا سيدي. خد يا ابني. تعال شوفها يا سيدي. تعال شوفها. ايه؟ خد. عدي بالبيت. يس. بتصور صح؟ ايه ده بسم الله. بسم الله مرتين. السلام عليكم. منشور معلم حياتي. السلام عليكم. طب ام الشوخ الضن ده. السلام عليكم. ايه ده؟ ضرب. والله ضرب.
بقولك ايه، انا اصلا ما اتصف حاجه العاب يا بنت. انا ليه ظن بس مش شايف نفسي. ماشي العب بقى لا لا فين ابعد ابعد. السلام عليكم. مش كلهم على فكره يا ابني. فين اه وايه المكان ده؟ This
ده ساحر. ضربته وقتلني تاني. لا ما بتكلمش يا عم عليك، انا بتكلم على الواد اللي انا فاكره. كسرت الكرسي وانا ولا ايه؟ انا كسرته شويه هو كسرته بجد؟ ما كسرته؟ لا مش كسرته. انا والله ما كسرته. انا كسرته دينا بس كم ايه توقع؟ الاولاني من اول ما تخش مفيش مش معاك دول ما كانش معاك سلاح اهو ده مش هتكلم بس خلاص.
الطرف. اوعى شرب وسنكه. ضرب ولا لا ما جيتش الحته دي قبل كده. قفلناها
فيها عمر عادل. يا جماعه انا ليا قناه على تيك توك على يوتيوب اسمها نحن معك يا فلسطين. انا احط قنواته على عندي في المفضله. ما تنسوا لايك يا جماعه وتقولوا رايكم في الحلقه. اللي عندها استفسار اي معلومه اي حاجه في النبغ في القناه يحطها في كومنت اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلهم سمع. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.